آداب قضاء الحاجة. الدين الإسلامي جاء بآداب لكل شيء، ومنها آداب قضاء الحاجة. اسلمنا كل نقرات سرعات زلوي نخل نقرات سرعات أغميت اللي حج هذا سبك الكل هو صهينو ويدما خشين تدا خينو كما بخمي ملك بخميس نسرعات في الصمون كتقبرون زقبو. يجب عليه أن يستتر من أعين الناس، لا يمكن أن يقضي الحاجة أمام الملأ. بمجمريا تخرج كوهاب وزقبو حدث سب انت دقق الكل ويشين تخشي انت دقق خوينو كاب سب كشفنا له نبينه خويني أخ جبرز جبو يدخل هذه الحمامات يغلق الباب نحر زي أبزي شقاق كأت انت دقق خوينو أتيو خعز والله أو يستتر عن الناس بجدار بشجرة بسيارة أو يبعد زخون خوينو كاب سب كشفنا له ب مندق خون خليو ويدما بقرب خون خليو زخون خوينو كاب سبات كره قال له مالتي يقدم الرجل اليسرى عند الدخول حدث ابن تدا اشغال تدا اخذته قات خينو بصقام يغرو ياتو واليمنى عند الخروج هو صخله بيمانا يغرو بص قبل ان يدخل قد ممتاو يقول هذا الدعاء از قصيلو زبهال دعاء يبل بسم الله اللهم اني اعوذ بك من الخبث والخبائث يقول هذا الدعاء از دعاء حجز بلو يبل مالتي بسم الله يبل قويتاي بتوم خبائث خبث دك انستيو زخونا اجنان شياطين ويد ما دك تبعتي زخونو اجنان باخا يعقب يلو نابتي شقاقياتو اذا خرج بعد ان يخرج يقول غفرانك مسودة كاب تشقى كو تخلو دما انت يبل غفرانك يبل لا يدخل بشيء فيه ذكر الله لا يدخل بالمصحف بكتب العلم بكتب الحديث حدث بشقى كأت انت دا أخوينو اتنا يربي كبور قال زخون قرآن يخون حديثنا رسول يخون ويدما نا علم خطاب حيزو خأتو أي قبول ينقطع عن ذكر الله من الشقاء مساءته نربيون كذكر يبلنا لا يستقبل القبلة ولا يستدبرها شغاك أتخول له ختكم كله ويك شين ويك الكل كوز أنت دا أخوينه قدميت بقدميت قبلة خوني يبلون ويدما نغلميت حقوقه بيبلن تا قبلة ماله لا يمس ذكره بيمينه بحد سب ود تبعته يك شين كله بيمانا إيدو حزي يبلون تبلعتو مالتي لا يأتي الحاجة في أماكن يؤذي بها الناس ولو كانوا كفارا يعني لا يمكن يأتي الحاجة في أماكن جلوس الناس في الطرقات تحت الأشجار المثمرة أماكن الظلال يستظل بها الناس سلزة حدث سب انت دعا زي قلق اليخون شنت انت دعا خوص أخوينو ودق خوص انت دعا خوينو دق سبات ستكمو لبوتا ويدما تلال قيروب كف زبلو لبوتا ويدما تقرب كوينو زفري فرز زفري انت دعا زخون بوتا أبز بوتا زختكم أيقبوني لا يبول في الماء الدائم الذي لا يجري اب حد عيلة زخونة زينك أسق الزخونة ماي أو أون كشيء نايقبوني له أن يبول قائما بشرطين حد سب كشيء أنت دا أخوينو تطويلو كشيء أنت دا أخوينو خلت كم مال أنزق بقى أنا قرأت هالو الشرط الأول أن يأمن أن العورة لا تنكشف قدامي أنت تعورة كشفن زق بقى نجر زي قلص أنت دا أخوينو الثاني أن يأمن أن رشاش البول لا يرجع عليه قال أي شيء كله أتي نايشين تزيشونو نبتي كدانو تفانات إيرو ناب أخمس انت دعا زي كوينو إذن كل التزيئات انت دعا نمال أكينا تطوينا خن شيء نخل مالتي والله أعلم.